الحمد لله اليوم فرحة عارمة بملعب شهيد أحمد شكري بعد موسم شاق بعد موسم اللي كان صعيب علينا، ولكن الحمد لله لي زوبجيكتيف اللي حطينا في بداية الموسم قدرنا باش نحققوها في النهاية. كنبغي نشكر الجمهور الغفير اللي حاج اليوم الملعب ولا الساكنة كاملة ديال الدكالة اللي كانت كتساند وكتشجع فريقنا اللي نهضات ليك في زمامرة. كنهديو بطبيعة الحال سكان مدينة زمامرة بصفة خاصة ولا سكان الدكالة الكبرى بصفة عامة، ومن هذا المنبر ديالكم كنبغي نقول لهم لا خوف على فريق نادي النهضة ديك زمامرة في القسم الوطني الاول. الفرحه لا توصف. النهضة رجعت المكان ديالها الحمد لله، هذا من فضل الله ومجهودات المكتب المسير. شكرا جزيلا للمكتب المسير ديال نهضة زمامرة. ان شاء الله لما لا نحتلوا المراتب المتقدمه العام الجاي ان شاء الله، حتى حاجه ما بعيده. من عندنا هذا الملعب وعندنا البنيه التحتيه زوينه، راه اي حاجه ممكن. الافاضل تستعصي على الوصف، لحظات من العطاء من التفاني من الاخلاص، لحظات ستكتب بميدان الفخر والاعتزاز، ستكتب ايها